وحول إعلان تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي صلاح الجودر. مساء الخير أستاذ صلاح. لطالما أكدت مملكة البحرين أنها بلد التسامح والتعايش، برأيك وبصفتك كاتبا صحفيا وأيضا عضوا في مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، كيف أكدت خطوة تأييد إعلان السلام وتأسيس علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل هذه المبادئ التي تؤمن بها وتعمل بها مملكة البحرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك أن البحرين منذ القدم هي بلد السلام، بلد التسامح، التعايش، وهذا المعروف عنها. ولكن في ظل الظروف اللي تعيشها المنطقة اليوم، أنا أعتقد لابد من خطوات جريئة تقدمية استشرافية للمستقبل، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال العلاقات الثنائية بين البحرين وبين إسرائيل، أو حتى بعض الدول العربية مع إسرائيل. أنا أعتقد أن احنا نشهد اليوم خطوة إيجابية، خطوة إلى الأمام في فتح مثل هذه العلاقات مع إسرائيل. في يعني سنوات طويلة الناس لربما العالم يتكلم أن هذه المنطقة فيها جماعات إرهابية، جماعات عنفية، ولكن اليوم أصبح الحوار هو المسلك العقلاني، المسلك الحضاري للتواصل مع شعوب العالم. وأنا أعتقد أن اليوم هذه خطوة جريئة، سواء قامت فيها البحرين أو حتى الإمارات، خطوة إيجابية من قادة يتحملون المسؤولية التاريخية في تعزيز الأمن والاستقرار، سواء لشعوبهم، للمنطقة الخليجية، للأمة العربية والإسلامية. أنا أعتقد هذه المبادئ هي صميم مفهوم الحياة داخل المجتمع البحريني. فلذلك احنا في البحرين ما نحس ان في تناقض بيننا وبين السلام بين البحرين واسرائيل، لان هذا كان بيحصل طال الزمان او قصر. واليوم الحمد لله بقيادة جلالة الملك، بقيادة مجلس الشورى، النواب، المجتمع البحريني يسير في هذا الاتجاه بفتح القنوات لصفحة جديدة وتجاوز أزمات الماضي. أنا أعتقد إيجابية هذه الخطوة، وبنحقق فيها على المستوى المحلي مكاسب كثيرة، لكن نحتاج إحنا إلى وقت في هذا الجانب. نعم الكاتب الصحفي صلاح الجودر، لطالما أكد سيدي حضرة صاحب الجلالة على وقوف مملكة البحرين عبر تاريخها العريق مع حقوق الشعب الفلسطيني ومع يعني حل الدولتين وقيام دولة مستقلة لفلسطين، يعني كيف من الممكن أن نرد على بعض الأصوات النشاز التي تحاول الترويج لغير هذه المفاهيم والمبادئ التي تؤمن بها مملكة البحرين؟ من الطبيعي انها تطلع في اصوات نشاز، خاصه بالنسبه حق البحرين، لان مواقفها خلال السنوات الماضيه منذ تولي جلاله الملك الحكم الى اليوم، احنا نشوف ان البحرين دائما صوره مشرقه في طرح مشاريع السلام، التسامح، كلها والتعايش بين فئات المجتمع. يبقى عندنا احنا قضيتين، وانا اعتقد القضيتين منفصلتين عن بعض. قضيه نصره الشعب الفلسطيني في اقامه دولته المستقلة وعاصمة القدس الشرقية، ومسألة أخرى هي قضية السلام في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. احنا سنوات كان من اتجاه واحد، ولكن اليوم في خيارات أخرى مع المجتمع الدولي والشرعية الدولية، ان احنا لا يتعارض مناصرة المجتمع البحريني منذ الأزل. طبعا ليس هذه السنة، لا، سنوات طويلة البحرين وقفت مع القضية الفلسطينية في كل المفاصل التاريخية، ولم تتأخر. هذه حتى الحقيقة تكون واضحة، ولكن في جانب آخر هي تسعى إلى فتح مجال آخر وهو السلام. ولم طبعا البحرين ليست هي الأولى، يعني شفنا احنا اتفاقية كامب ديفيد ب79 بين مصر وإسرائيل، شفنا أوسلو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين، شفنا اتفاقية وادي عربة بين الأردن وبين إسرائيل، واليوم طبعا الإمارات بعد بالشهر الماضي أعلنت عن اتفاقية سلام مع إسرائيل. فلذلك ليس هناك تناقض بين دعم القضية الفلسطينية وكذلك إحلال السلام وفتح قنوات التعايش مع شعوب العالم بما فيها إسرائيل. نعم الكاتب الصحفي صلاح الجودر، شكرا جزيلا لك.